يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، واتمنى لكم بدايه اسبوع جميله، ويسعد صباحك عمر، ويسعد صباح السجا، واهلا بكم في جولتنا السريعه لهذا اليوم لابرز ما تصدر الصحافه يوم السبت، ونطالع من الصباح ومن عناوينها. خلال لقاء العبادي بالامين العام للمنظمه، اوبك تشيد بدور العراق في استقرار اسعار النفط. وفي تفاصيل الخبر نطالع، اكد الامين العام لمنظمه اوبك محمد باركندو أن ما حققه العراق من دحر لعناصر داعش ساهم باستقرار المنطقة وأثر إيجابيا في دول المنظمة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقته الصباح أن العبادي استقبل أمس الأول الخميس الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركندو والوفد المرافق له، مبينا أنه جرت خلال اللقاء مناقشة الرؤية المستقبلية لدول أوبك بخصوص النفط وأهمية الحفاظ على استقرار المنطقة، إضافة إلى دور العراق الكبير في المنظمة. وبارك الانتصارات العراقية وتحرير كامل الأراضي، مبينا أن العالم كله مدين للعراق بالشكر لما حققه من دحر لعصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى أن ما حققه العراق ساهم باستقرار المنطقة وأثر إيجابيا في دول أوبك. ونبقى في الصباح، وأيضا من عناوينها لهذا اليوم، ساسا كرد يحذرون حكومة الأقليم من قمع التظاهرات. ونخوض في تفاصيل الخبر، حيث حذر ساسا ونواب كرد حكومة الأقليم من محاولات وخطط قمع المحتجين المطالبين بحقوقهم، فيما تجددت تظاهرات المعلمين والموظفين في عدد من المدن أقليم كردستان أمس الجمعة، لتدخل يومها السابع للمطالبة بإلغاء قرار ادخار رواتب الموظفين، معربين عن رفضهم قرار حكومة الأقليم بتخفيض نسبة الادخار. وقالت النائبة سروى عبد الواحد في بيان تلقته الصباح أن أبناء شعبنا في الأقليم يمرون بأسوأ الظروف المعيشية بسبب من نصبوا أنفسهم حكاما على البلاد والعباد، موضحة أن منذ أيام خرج الموظفون والتدريسيون في تظاهرات سلمية مطالبين بأبسط حقوقهم ومستحقاتهم المالية. وأشارت عبد الواحد إلى أن رئيس حكومة أقليم يتحدث عن هذه الحقوق بلا أهمية، ويتحدث عن هجومهم الوحشي وحملة الاعتقالات التي طالت المعلمين والموظفين والصحفيين والنساء والشباب وكبار السن بأن ذلك أمر طبيعي. وبدوره قال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية النيابية زان سعيد في تصريح صحفي: كنت أتوقع من رئيس حكومة الأقليم توجيه رسالة اطمئنان للموظفين والجماهير الغاضبة، لأن يضيع لكي لا يضع اللوم على الآخرين ويتهمهم بالوقوف وراء التظاهرات. كما أننا نرفض نسبة الاستقطاعات ونطالب بتعويض استقطاعات السنوات الماضية. ومن الصباح إلى المشرق وعناوين صفحتها الأولى، وأردوغان يهدد سندخل سنجار في أي وقت. وفي تفاصيل هذا التصريح، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة عن بدء التحضيرات العسكرية ضد المسلحين الأكراد في عين العرب وتل أبيض وصولا للحدود العراقية، في حين هدد بدخول قواته إلى سنجار في أي وقت وإنهاء وجود مسلحي حزب العمال الكردستاني في العراق. وفي المشرق وعناوينها أيضا، مجلس الوزراء يدعو مديرية المفوضية لحضور اجتماعاتها المقبلة أو اجتماعه المقبل والمصادقة على أسماء المرشحين، و15 سنة سجنا لمن يبيع أو يشتري بطاقة انتخابية. ونطالع في هذا العنوان، في حين كشفت مفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن غدا الأحد ستصادق على أسماء المرشحين للانتخابات، فإنها أكدت أيضا أن القانون العراقي يعاقب من يبيع بطاقته الانتخابية بالسجن مدة 15 سنة. وبينما دعا مجلس الوزراء مديرية مفوضية الانتخابات لحضور اجتماعاته المقبلة، توقع مدير الدائرة الانتخابية السابق في المفوضية مقداد الشريفي أن تمارس الأحزاب والكتل السياسية ضغوطا على المفوضية، لأن الغالبية العظمى من الكتل والكيانات والأحزاب وبكل أسف تعمل على ذلك التلاعب، بما في ذلك شراء الأصوات عن طريق البطاقات، في وقت أكد فيه رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوى العراقية النائب صلاح الجبوري
أنا ما يجري هو في الواقع أكثر من مجرد عملية بيع وشراء أصوات، بل محاولة لخلق رأي عام ضغط يشير مسبقا إلى الانتخابات المقبلة لتكون نزيهة. فقد كشف عضو في مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن موعد مصادقة على أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة. وقال سعيد أمس الجمعة أن هيئة المساءلة والعدالة أنهت عملية التدقيق في أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 12 من آيار 2018، مشيرا إلى أن الهيئة عادت ملفات جميع المرشحين إلى المفوضية، والمفوضية أرسلتها إلى مجلس القضاء الأعلى. ومن الصفحات الأولى وإلى الصفحات الأخيرة نتابع جولتنا في الأخبار المنوعة ونطالع من المشرق ومن عناوينها. إيمي آدمز وفيلم عن أحداث 11 من سبتمبر، وفي تفاصيل الخبر حيث تعاقدت شركة أنا برونا الترفيهية مع النجمة الأمريكية الحائزة على الأوسكار إيمي آدمز للقيام ببطولة فيلم ترو أمريكان المستوحى من قصة حقيقية حدثت بعد أحداث 11 من سبتمبر التي شهدتها أمريكا وما ترتبت عليها من تغيير نظرة المجتمع العربي وبخاصة في أمريكا تجاه العرب والمسلمين حاملة اتهامات بالإرهاب والتطرف. وإلى صحيفة الصباح ومن عناوينها المنوعة اختنا لكم كاريكاتير لنقف معه لثواني. وننتقل إلى مجلة هي واختنا أيضا من عناوين لهذا اليوم إطلالات ببنات الجنس لعام 2018 لنقف معها لثواني. مشاهدينا كانت هذه أبرز الأخبار لهذا اليوم السبت، أتمنى أن نالت استحسانكم وأشكركم لحسن الإصغاء ونعود معكم لباقي فقراتنا في يوم جديد.